هذا وقد هنأت غرفة تجارة وصناعة البحرين بدورها جموع العمال البحرينيين في مختلف مواقع الإنتاج، ومشيرة إلى أن الاحتفال بيوم العمال العالمي يتزامن مع العديد من الإنجازات والمكتسبات التي حققتها مملكة البحرين خلال الفترة الماضية في المجالات العمالية والتنموية، مؤكدة أن هذه المناسبة فرصة للأجيال الحالية لتحقيق المزيد من التميز والتقدم في المجالات العمالية للمشاركة في نماء الوطن وازدهاره. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بعد التحية. كيف تقرؤون اليوم نجاح مملكة البحرين في المحافظة على المكتسبات العمالية، طبعا من حيث القوانين والتشريعات؟ سيد سمير، مساء الخير. مساء النور، احييكم في هذه المناسبة العزيزة، وهنا أعمال البحرين في مختلف مواقع الإنتاج بالمملكة بمناسبة يوم العمال العالمي. وأؤكد أن المناسبة فرصة للأجيال لتحقيق المزيد من العطاء والتميز والتقدم لنماء الوطن والزهارة سيرا على النهج الغضاء إن شاء الله. والحقيقة أني أتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك مع أطراف الإنتاج وتضافر الجهود بين كافة الجهات لتطوير القطاع العمالي في مختلف المؤسسات التجارية والصناعية، وأنني من موقع هذا أثني على جهود الاتحادات العمالية التي تلعب دورا مهما في منظومة السوق، وأرى ضرورة تنمية دورها كمؤسسات مجتمع مدني معنية بحقوق العمال ورافدا لتطوير السوق. جوابا لسؤالك ان شاء الله، ان غرفة البحرين تشيد بخطوات الحكومة المؤقرة الرامية الى الحفاظ على المكتسبات العمالية والبناء عليها حتى في احنك الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي والذي يعد الاقتصاد البحريني جزءا منه، وان جهود الحكومة المؤقرة بتوجيهات جلالة الملك مفدى بقيادة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ساهمت في حماية أجور العمال في البحرين، نعم، بدعمها منذ انتشار جائحة الكورونا حتى يومنا هذا، وفي ذلك عبر انطلاق حزم مالية استفاد منها أكثر من 76% من أصحاب الأعمال بشكل عام للتقليل على الأثر السلبي لفيروس كورونا. وتأكد الغرفة اليوم على الآثار الإيجابية للدعم الحكومي، حيث أن الدعم المقدم وخاصة المتعلق بدعم الرواتب أسهم بشكل كبير على الحفاظ على العمالة وحمايتها من التسريح، مما أدى بطبيعة الحال على الحفاظ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. نعم سيد سمير، اليوم نتحدث عن دوركم كممثل عن القطاع التجاري وبالتعاون طبعا مع الجهات المعنية، ما هو دوركم في تطوير الأنظمة والقوانين التي تخدم تحديدا الحركة العمالية في المملكة؟ اليوم الله يسلمك تعمل غرفة البحرين بصورة متناغمة، نعم، وكشريك مع الحكومة المؤقرة في تطوير القرارات الخاصة في القطاع الخاص، حيث أن غرفة البحرين اليوم قامت بالعديد من الدراسات المتعلقة بسوق العمل البحريني وخلصت إلى نتائج تم رفعها إلى الحكومة المؤقرة، وقامت الأخيرة باعتماد أكثرها طبعا ناهيك عن التقارير الدورية التي تصدرها غرفة البحرين تكون محط اهتمام الحكومة المؤقرة. نعم السيد سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك.